اما بتسمع الماتش بين مانشستر سيتي ونيوكاسل تقول نيوكاسل، مش نيوكاسل ده اللي كان فيه كلام على صندوق الاستثمار السعودي ان هو يشتريه؟ طب هم دلوقتي هيشتروه ولا مش هيشتروه؟ طب هي الصفقه وقفت ليه؟ طب هو ايه التحقيق اللي شغال في انجلترا ده بسبب نيوكاسل؟ طب هو الصفقه هتخلص امتى؟ طب بالنسبه لماتش نيوكاسل ومانشستر سيتي، لا ما هو انت مستني ايه؟ هم هيكسبوا هم زي ما هم عايزين، بس لما النادي يتباع للملاك الجدد خلاص بقى استنى في مستوى جديد بالنسبه لنيوكاسل. اما بالنسبه لمشجعين سيتي فاحنا فرحانين قوي بصراحه، هلاعب ارسنال في الدور الجاي الحمد لله، والله ربنا بيفرجها من واسع والله. بسم الله الرحمن الرحيم، الف 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 مبروك يا صديقي، اخيرا مانشستر سيتي ربنا كرمه وعدينا من مرحله الدوري الحزين اللي احنا خسرناه ده ودخلنا في مرحله المنافسه على كاس الرابطه. هتقول لي كاس الرابطه؟ كاس الرابطه ايه يا حبيبي اللي تخنق على الدوري الانجليزي؟ اقول لك عادي يا معلم، لما كل الفرق في العالم بتخسر بطولات جت على مانشستر سيتي وحرام يعني؟ وعشان مدرب بيب جوارديولا تقعد تقول لي دلوقتي ما خدش الدوري ومش هاخد دوري الابطال، ده فاشل يا عمنا. مش ده المهم، المهم ان احنا الحمد لله عدينا على خير وشفنا رياض محرز اساسي في الملعب والدنيا بالنسبه لنا سهله اهي، وفي صفقات جايه ان شاء الله وكاليدو كوليبالي والدنيا هتكون مبسوطه، والماتش بتاع النهارده ما كانش فيه كلام كتير وما فيهوش حاجه تتكلم فيها كتير. امال انت جاي لي؟ بص انا عارف ان انت هتقعد تقول لي ده بالنسبه لماتش نيوكاسل، لا ما ستيف بروس مش نازل يهاجم، ده بيلعب 4 5 بيلعب 5 4 1 والواحد ده هو اندي كارول. فصباح الفل يا معلم، انت مستني منتظر ان هو يكسب مانشستر سيتي حتى كمان لو مستني يشوف مين اللي هيطلع له في القرعه؟ لا الموضوع بعيد جدا على ان السيتي يخسر من نيوكاسل، ما حضرناش للدرجه دي يعني. طب انت جاي تكلمني في ايه؟ انا جاي اقول لك حاجه مهمه يا اسطى، فاكر انت المثل بتاع من حفر حفره لاخيه وقع فيه او تزحلق فيه المهم من اللي لبس مكانه؟ اهو ده بالظبط اللي حصل في موضوع صفقه نيوكاسل وصندوق الاستثمار السعودي. يعني مثلا لما كان في بي اوت كيو كان في كلام ان تدعمها الحكومه السعوديه، وفجاه مره واحده كده بي اوت كيو اختفت، وبعد بي اوت اختفت حاولوا يشتروا نادي نيوكاسل، رجعوا لهم بقى الرابطه الانجليزيه قالت لهم مش انتوا اللي كنتوا بتروحوا تاخدوا مننا ماتشات وتبصوا ماتشات وتبيعوها بطريقه غير قانونيه؟ طب ده معناه ايه؟ معناه ان احنا نوقف الصفقه بتاع نيوكاسل، ما انتوا ما تقعدوش تنفخونا من ناحيه الشمال وتيجوا ناحيه اليمين تقولوا لنا احنا عايزين نشتري نادي من بتاعكم، واصل احنا ما كناش مسؤولين على موضوع القرصنه واللي حصل ده. فالموضوع لحد دلوقتي متاخر، وطبعا الموضوع المتاخر لحد دلوقتي بقى مأثر على نيوكاسل جوه الملعب ومأثر على نيوكاسل بره الملعب. يعني مثلا لما تلاقي مدرب الفريق زي ستيف بروس قاعد كل يوم يقول لك يا جدعان هنخلص من ايه؟ من الصفقه بتاع نيوكاسل دي امتى؟ هنتباع ولا مش هنتباع؟ الموضوع بقى ممل، وصل ان الراجل بقى بيتكلم في الاعلام يقول لك انا خلاص اتخنقت، انا من كتر ما انا قاعد اسمع مين اللي هيمسك من بعدي انا مش عارف افكر بايه بالظبط. الراجل حرفيا ضايع خلاص، هو مش عارف هو يكمل ولا مش هيكمل. اما بالنسبه لكابتن الفرقه، كابتن الفرقه يقول لك انا بفتح تويتر كل يوم علشان خاطر اشوف النادي هيشتري مين لما النادي يتباع للملاك الجدد. فانت مستني من اللعيبه دماغها بره الملعب خلاص، حرفيا ضاعت بره الملعب، غير ان هم راجعين بدنيا مش اقوياء، مستني منهم ان هم يكسبوا مانشستر سيتي؟ لا ده انت كده عديت الفلنكات يا حبيبي. الموضوع بالنسبه لنيوكاسل دلوقتي كمنظومه ما حدش فاهم اي حاجه جوه المنظومه، حد فاهم مايك اشلي هيبيع للسعوديين ولا مايك اشلي هيبيع لمستثمر امريكي جاي ولا الدنيا تبقى بالنسبه له رايحه فين؟ لان الصفقه ما كانش باين قوي ان هي رايحه صندوق الاستثمار السعودي، وفي كلام كمان على ان هم لا يا جماعه الحكومه مش هتتدخل ولا هتفرض شروطها على رابطه الانديه، وان الانديه رابطه الانديه توافق على بيع النادي لصندوق الاستثمار، لان دلوقتي بيقول لك بصوا الموضوع في ايد رابطه الانديه، لو عايزين يوافقوا على ان نيوكاسل يبقى سعودي وهم عارفين ان اللي كان بيسرق بس القنوات جهه مسؤوله عنها المكان اللي هم هيبيعوا فيه نيوكاسل، ف هم حرين احنا مالناش دعوه بيهم، هو يا الرابطه اللي كانت بتتسرق في حقوق بس، وهي الرابطه اللي منوط بيها ان هي توافق على النادي هيتباع ولا مش هيتباع. اما غير كده يا صديقي ما نقدرش نتكلم، لان احنا من بكره الصبح القناه تتقفل وصاحب القناه يتنفخ واي حاجه ممكن تحصل، احنا هنفتري على بعض يا صديقي. المهم بقى خلينا في الكوره، اهم حاجه ان احنا شفنا مانشستر سيتي بيبدا يعني يحس ان في كومباك كده لناحيه البطولات، وان احنا الموضوع بالنسبه لنا ممكن يكون سهل لو خدنا كاس الرابطه وكاس الاتحاد، وكمان ممكن يكون سهل بالنسبه لنا وطلعنا ريال مدريد، مش عايزين اي حاجه من الموسم غير كده، مع شويه ترعيمات بسيطه جدا ممكن نلاقيها زي مثلا كاليدو كوليبالي، اوباميكانو، اي حد كده بيعرف يدافع. ويا سلام بقى كمان لو فهمنا ان فيل فودن او برناردو سيلفا مش هيعرفوا يسدوا مكان دافيد سيلفا، فاحنا محتاجين لعيبه نص ملعب علشان يسندوا كيفن دي بروين ورودريجو، او كيفن دي بروين وفرناندينيو، او لو شفنا في يوم من الايام فرناندينيو رودريجو بيلعبوا قدام كيفن دي بروين يبقى كده الحمد لله عدينا كل حاجه، لان واحد من اهم الناس اللي بتنقل اسلوب بيب جوارديولا جوه الملعب هو لعيب نص الملعب. وما اني بدات اتهت في الفيديو وخايف على ان يحصل اي حاجه، فبص مش هخسر حاجه لو عملت لايك، ومش هخسر اي حاجه لو عملت سبسكرايب، واخيرا هنشوف ماتش ارسنال ومانشستر سيتي في دور النص النهائي الحمد لله. الحمد لله والله انا مبسوط، والله انت مبسوط؟ كلنا مبسوطين والله، بس اهم حاجه ما حدش يجي يحبسنا.